واش نقولها؟ اولا نبدا بالجزائر. حط الميكرو. نبداو بالجزائريين اللي رانا فرحانين. الجزائر اللي قدرنا نفرحوها من مشروع كبطل بطله صغيره الى اصبحت الحمد لله بطلة عالمية، كل العالم يعرف إيمان. نسبة المشاهدات تاع الدور النصف النهائي كانت أعلى نسبة مشاهدات في العالم. الحمد لله يا ربي ردينا اعتبار للجزائر، طلع العالم الجزائري في باريس وهذا هو الأهم. فرحنا الشعب الجزائري، ردينا الاعتبار للمرأة الجزائرية. شيخ شكون قرر يقعد هذا سابق الاوان تاعو، حنا رانا في الفرحه، ماذا بينا الشعب الجزائري دخلوه بالافراح، الشعب الجزائري خاصو يفرح وبعدين تكون مشروع تاع دعوه قضائيه والدوله الجزائريه هي اللي غادي تكون. واش اللي شدك للشعب الجزائري تم؟ انا نقول لهم شكرا، نقول لهم بالعاميه صحيح الشعب الجزائري اللي وقفتوا معنا، الشعب اللي كان متضامن مع ايمان، انا شفنا حتى بعد الجاليه في الخارج كامل فرحوا بنا، كامل حبوا يتصوروا مع ايمان، كامل ولاو يعرفوا ايمان. الحمد لله. الدعم الجماهيري كان عنده دور، شيخ الدعم الجماهيري كان عنده دور. اكيد اكيد كنا في مرحله اللي ما قدرناش نرقدوا، ما قدرناش نرقدوا. الدعم الجماهيري كان عنده دعم كبير 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 كبير، وانت راك تقول دعم، ولولا انه دعم ما تقولش دعم الجماهيري. شكرا.